والآن إلى نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وسبل التصدي للتحديات والعقبات التي تؤثر بالسلب على الصناعة المصرية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، كما أكد على أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، مشددا على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية ويعزز الاقتصاد الوطني ككل على النحو الذي ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين. وقد شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، وموجها في هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعات المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، لافتا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلاً عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة. كما وجه السيد الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وخلال الاجتماع قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عرضا حول الاستثمار والمستهدفات النمو الاقتصادي، واستعرض الاجتماع عددا من التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من بينها العمل على وضع خطة عاجلة لمكانة مختلف إجراءات الاستثمار وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة. وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء إن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار. وأشار مدبولي إلى أن هناك دعماً كاملاً لسياسات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف وتحديد سعر العملة المحلية وفقاً لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي.
تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية. تطرق الاجتماع إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة، بهدف العمل على سرعة تسليم 1500 أسرة مستحقة لقطع الأراضي. هذا وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4 مليار و400 مليون جنيه كتعويضات. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى وحدات التدريب الأساسي لإعداد وتأهيل المجندين بالقوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الإعداد والتأهيل العسكري للجنود المستجدين. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى وحدات التدريب الأساسي للمجندين بالقوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الإعداد والتأهيل العسكري للجنود المستجدين. بدأت الجولة بالمرور على عدد من الأنشطة والتمارين الرياضية التي ينفذها أفراد القوات المسلحة يومياً، بما يسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية في أعلى مستوياتها. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالجنود المستجدين ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصري المؤهل علميا وبدنيا ومعنويا لتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وأشار إلى أهمية تفهم الجندي لمهامه التي يكلف بها منذ لحظة انضمامه الأولى للحياة العسكرية، والتي ترتكز على الانضباط العسكري الذاتي والتدريب الجاد وفقاً لمنظومة الإعداد والتأهيل المتطورة، وأوصاهم بالحفاظ على المستوى المتميز والثقة العالية بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية، كما شاركهم تناول وجبة الإفطار. عقب ذلك قيام الفريق أحمد خليفة بتفقد العملية التعليمية والحالة الإدارية ومنظومة التدريب التي يتم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع تطور النظم وأساليب القتال الحديثة. معربا عن تقديره لكافة القادة والضباط وضباط الصف المنوطين بأعداد وتأهيل المجندين للحياة العسكرية بما يضمن قدرتهم على أداء الواجب الوطني بكل فخر واعتزاز. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. انطلقت فعاليات تدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون 24 بمشاركة عدد من المقاتلات من مختلف الطرازات، والذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. تضمنت المرحلة الأولى للتدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية للجانبين، فضلا عن التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها. يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية.
أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي عددا من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه من دول المنطقة وخارجها، وتأتي هذه الاتصالات في إطار جهود مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة وإجراءاتها لوقف الحرب في قطاع غزة. كما بحث عبد العاطي خلال اتصالاته المستجدات في ليبيا ومنطقة القرن الأفريقي والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وسبل تعزيز التعاون الثنائي مع تلك الدول. وتم الاتفاق خلال الاتصالات الهاتفية على استمرار التنسيق والتشاور بشأن الملفات محل الاهتمام، كما استقبل عبد العاطي قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر سبيتس لبحث تطورات الوضع في حركة الملاحة في البحر الأحمر. طلبت السلطات الإيرانية من شركات الطيران المدني في العالم تجنب التحليق فوق أجوائها غدا بسبب تدريبات عسكرية. بدورها أعلنت وزارة الطيران المدني المصري أنه في ضوء الإخطار الوارد من جانب السلطات الإيرانية بإجراء تدريبات عسكرية اليوم والغد، أصدرت سلطة الطيران المدني إخطارا إلى جميع شركات الطيران المصرية بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترة من 11 ظهر اليوم إلى 2 ظهرا بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الفترة من 4 فجر الغد وحتى 7 صباحا بتوقيت القاهرة. حذر الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان من أن طهران لن تبقى صامتة أبدا في مواجهة العدوان على مصالحها وأمنها، وأكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه إذا كانت الولايات المتحدة والغرب يرغبان في منع الحرب فعليهما إجبار إسرائيل على وقف الإبادة في قطاع غزة وقبول وقف إطلاق النار. وأضاف بيشكيان أن إيران تعتبر تفادي الحرب وجهود إرساء السلام والأمن العالمي مبادئ أساسية. وبدوره قال ماكرون إن دائرة الانتقام يتعين أن تتوقف، داعيا إيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تأجيج الأوضاع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة دفاعيا وهجوميا وتمضي قدما نحو الانتصار بحسب تعبيره مع ترقب لهجوم إيراني. شدد نتنياهو على أن إسرائيل عازمة على الدفاع عن نفسها بعد تهديدات بالانتقام لمقتل القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هيلفي بالعثور على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وتصفيته، وجاء ذلك خلال زيارة هيلفي لقاعدة تل نوف الجوية برفقة قائد قاعدة إيريل دايان. وكانت حماس قد استقرت على اختيار السنوار خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في طهران الأسبوع الماضي.
وما زالت نشرة التاسع مستمرة وتتابعون فيها. الأزهر الشريف يدين اعتداءات اليمين المتطرف الإنجليزي ضد المسلمين ويدين استهدافه للمساجد. أدان الأزهر الشريف أعمال العنف التي يقودها اليمين المتطرف البريطاني ضد المسلمين ويستهدف بها المساجد بعد انتشار الخبر الكاذب حول هوية مرتكب جريمة ساوث بورد على مواقع التواصل الاجتماعي والادعاء كذبا بأنه مسلم مهاجر. أكد الأزهر الشريف على ضرورة التصدي بكل حزم لهذه الهجمة التي تستهدف تأجيج الكراهية تجاه المسلمين وبث الرعب والخوف في شريحة عريضة من مواطني بريطانيا، مشددا على ضرورة حماية المسلمين من اعتداءات هذا الاتجاه الخطير الذي يسعى لنشر الفوضى وتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز. تستعد الشرطة البريطانية لمزيد من أعمال الشغب المناهضة للمسلمين بعد أن تعهدت جماعات يمينية متطرفة باستهداف مراكز لجوء ومكاتب محاماة معنية بقضايا الهجرة في شتى أنحاء البلاد. وردا على ذلك، نظمت جماعات مناهضة للعنصرية احتجاجات مضادة في مختلف أنحاء البلاد، وشكلت الحكومة البريطانية ما يسمى الجيش الدائم، وهو وحدة تضم 6000 شرطي متخصصة بالتصدي لأي أعمال عنف، مؤكدة أنه سيجرى نشرها بما يكفي للتعامل مع أي اضطرابات. ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية، وخلال اجتماع طارئ مع أعضاء الحكومة قال بوتين إن نظام كييف ارتكب استفزازات كبيرة بما فيها القصف العشوائي من مختلف أنواع الأسلحة والصواريخ للمباني المدنية والسكنية وسيارات الإسعاف، موجها بتقديم كافة المساعدات للسكان هناك واستنفار جميع الطاقات اللازمة. قال محامي محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إن محكمة ألغت قرار إدانة كان قد صدر ضد يونس في قضية تتعلق بانتهاك قانون العمل. وفي السياق، أوضح المكتب الرئاسي أنه تم اتخاذ قرار تعيين يونس بالإجماع خلال اجتماع بين رئيس البلاد محمد شهاب الدين ومنسقي حركة الطلاب المناهضة للتميز وللتمييز، مشيرا إلى أن الأعضاء المتبقين في الحكومة المؤقتة سيتم الانتهاء من تعيينهم بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية. بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أوجه التعاون المشترك، وأكد سويلم على جهود أجهزة وزارة الموارد المائية والري في مجال توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، فضلا عن دعوة المواطنين لممارسة دورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، وذلك بالتكامل مع مجهود الوزارة الضخم المبذول في هذا المجال. أضاف وزير الموارد المائية والري أن أئمة وعلماء الأوقاف عليهم مسؤولية كبرى في توصيل المعلومات الخاصة بملف المياه للمواطنين في خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة. أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن. برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبيا لطموحات وآمال المواطنين، وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله.
تهيئة الطلاب لسوق العمل من أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة، وهو ما يصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقوم استراتيجية الدولة في هذا الصدد على تنويع مجالات الدراسة ومواكبة التغير في متطلبات سوق العمل، إلى جانب التركيز على قطاع التدريب والتأهيل. إتاحة التعليم لكل الفئات دون تمييز هو حق أصيل لكل مواطن، والتعليم الجامعي هو حاضنة لإعداد الطلاب لسوق العمل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعد تأهيل الطلاب لسوق العمل أمراً لا مفر منه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم فيما يخص مستقبل العمل، ولم تعد تركيبة الوظائف التي يحتاجها سوق العمل كما كانت في السابق، وبات التركيز الآن على الوظائف في التخصصات التقنية والتكنولوجية. ومن هنا جاء حرص الدولة على مواكبة هذا التطور بالتركيز على التعليم التقني وتوفير مسارات تعليمية سواء في المرحلة قبل الجامعية أو ما بعدها. وتسعى الدولة إلى أن تتضمن البرامج التعليمية برامج علمية ميدانية، على أن يحتل التدريب العملي نسبة 75%، فيما يقتصر التدريب النظري على 25% من مناهج التعليم في الكليات. كما تعمل الدولة على التوسع في مبادرات صقل المهارات الرقمية لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل في هذا المجال، وتعد الشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية من أهم روافد التأهيل لسوق العمل، فضلاً عن التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني. ولا يمكن إغفال أهمية التوسع في إنشاء التحالفات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين لتهيئة الخريجين لسوق العمل. إن النهوض بالطالب الجامعي يعد استثماراً في مستقبل مصر، وذلك من خلال توفير الكوادر البشرية الماهرة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية وتحقيق طموحات الشباب المصري. تعيش الجامعات المصرية حالة من التأهب والاستعداد المكثف تمهيدا لاستقبال طلاب الثانوية العامة، حيث يتم مراجعة جاهزية معامل التنسيق لاستقبال الطلاب وتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى. وأكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات أن تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى سيتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني مجانا ودون أي رسوم من الطلاب مقابل تسجيل الرغبات. هذا وأجرى التلفزيون المصري لقاءات مع عدد من الطالبات أوائل الثانوية العامة وسط فرحة من الأهالي والأصدقاء بتفوقهن. أنا نفسي أطلع معيدة في الكلية على طول. أقول لمامتي أنا مش نفسي أدخل بس الكلية، لا أنا يعني نفسي أطلع معيدة في الكلية، يعني إن شاء الله أكمل اجتهاد. فرحة لا توصف، يعني فرحة ما تتوصفش، الشعور ما يتوصفش خالص. فرحة وسعادة وإحساس بنصر ربنا عشان هي تعبت وعملت اللي عليها، فكان ده نتيجة تعبها يعني. الحمد لله نجاح ما كنتش أتخيله، الحمد لله رب الحمد لله. بجد يعني فرحة النجاح ما فيش زيها فعلا زي ما بيقولوا، ويعني ربنا ينول كل حد يا رب اللي مراده واللي بيتمناه طول حياته يا رب. لكل مجتهد النصيب. انا دايما كنت اقول لسلمى ان ربنا سبحانه وتعالى شايفها وشايف مجهودها وشايف شغلها، وان شاء الله ربنا يجازيها كل خير يا رب. تجربه السلم كانت تجربه جديده عليا، كانت تجربه غريبه بس كانت مفيده. اتعلمنا حاجات كتير من الغربه ومن نظام التعليم ومن المشاريع. ان شاء الله نيتي ان انا اكمل في المجال الطبي عشان اقدر انفع الناس باللي انا اتعلمته واللي انا هتعلمه. مش شرط ان الواحد ياخد شهاده، لا الواحد ياخد تعليم واستفاده، يعني تجربه كويسه اللي الناس فيها علمي وفيها علمي وعملي، يعني ان شاء الله ربنا يوفق اللي عايز يخش باذن الله. تعمل الدولة على تعزيز كفاءة مستشفيات القطاع الصحي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي مستشفى الناصر العام في بني سويف ضمن هذه الجهود. ويتم تنفيذ مشروع تطوير المستشفى ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2026. جهود كبيرة تبذلها الدولة يوما بعد يوم لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقطاع الصحة. محافظة بني سويف لم تكن بعيدة عن هذا الاهتمام، حيث يشهد مستشفى ناصر العام تطوير ورفع كفاءة ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة
لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية. يعتبر ده تطوير شامل لمنظومة صحية كبيرة لخدمة أهالي محافظة بني سويف ومركز ناصر. بتشهد في الآونة الأخيرة محافظة بني سويف تطوير شامل للمنظومة الصحية، وده من أجل تقديم خدمة طبية عالية الجودة لجميع المواطنين وإيصال كافة الخدمات الطبية لهم إن شاء الله. مشروع التطوير ورفع الكفاءة الذي يتم تنفيذه بالمستشفى تبلغ تكلفته الإنشائية نحو 1,200,000 جنيه، حيث سيتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من عام 2026. وتقع أعمال التطوير ورفع الكفاءة على مساحة إجمالية 32,000 متر مربع، منهم 25,000 متر للمبنى المستجد و7,000 متر للمبنى القائم بطاقة إجمالية 227 سريراً، ما بين رعاية مركزة وإقامة للمرضى ورعاية وحروق ورعاية أطفال وحضانات. اللي احنا شفناه خلال الزيارة وخلال متابعتنا المستمرة هي ان المستشفى هتكون مستشفى على اعلى مستوى وباحدث الاشتراطات المتوافقة مع التأمين الصحي الشامل اللي هيتم تطبيقه في عدد من المحافظات، لكن الاهم ان هيكون فيها بعض الاقسام اللي ممكن يكون عندنا فيها نقص في المحافظة زي قسم الحروق. والجميل ان احنا خلال ان شاء الله الاشهر القليلة القادمة هتكون انتهت المستشفى وتبدأ في العمل زي ما احنا شفنا مستشفى على أعلى مستوى هتقدم الخدمات وليس فقط لمركز ناصر ولكن لكل المحافظة. ويتكون المبنى المستجد من دور أرضي وأربعة أدوار علوية تشمل المدخل الرئيسي وعددا كبيرا من الأقسام الهامة مثل الطوارئ والأشعة ومناظير وبنك الدم وحضانات مبتسرين ورعايات مركزة ومتوسطة وجراحية وعمليات وقسطرة ورعاية قلب وغيرها. هو مشروع هام يمثل إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية داخل المحافظة في ظل اهتمام القيادة السياسية الكبير بملف الصحة. مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، لذلك قامت الدولة بتطوير المسار. وفي محافظة أسيوط حظي تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة باهتمام كبير تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القادمة. اهتمام كبير توليه الدولة المصرية لتطوير مسار العائلة المقدسة والذي يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم. المسار المقدس يصل طوله إلى 3,500 كيلومتر ويضم نحو 25 نقطة ذهاب وإياب من سيناء وحتى أسيوط، ويعد مشروع تطويره من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية في مصر. لما كان السيد المسيح عنده حوالي 2 سنين، السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح جم زاروا مصر هنا هربا من اضطهاد الرومان وعاشوا في بلد الأمن والأمان مصر حوالي 3.5 سنين. وزارة السياحة مطلعة كتاب جميل ذكرت فيه 24 موقع زارتهم العائلة المقدسة، ومن أهم المواقع اللي زارتها هي الدير المحرق في القصية ودير السيدة العذراء بجبل أسيوط درونكا هنا عندنا في أسيوط. يعتبر دير السيدة العذراء مريم بجبل قوسقام المشهور بالمحرق يعتبر من أهم محطات العائلة المقدسة في خلال رحلتها في أرض مصر. طبعا كلنا عارفين أن رحلة العائلة المقدسة لأرض مصر استغرقت حوالي 3.5 سنين من الرحلة. أكبر فترة قعدتها العائلة المقدسة في مكان واحد كمدة متصلة كانت في دير السيدة العذراء مريم المحرق، بلغت 185 يوم كاملة. في نفس المكان ده ظهر الملاك للقديس يوسف النجار وأعلمه بموت هيرودس وإن هم يرجعوا تاني إلى أرض فلسطين. فلذلك يعتبر المكان هنا من أكثر الأماكن المشهورة في رحلة العائلة المقدسة، وهي آخر محطة وصلت ليها العائلة المقدسة قبل عودتهم تاني إلى أرض فلسطين. محافظة أسيوط تحظى بنقطتين في المسار المقدس، هما دير العذراء بدرونكا التابعة لمركز أسيوط والدير المحرق الذي يقع في مركز القوسية، ثاني أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة بيت لحم، ويقصد آلاف الزائرين من مصر والأجانب هاتين النقطتين في أسيوط طوال العام. الأجانب لم يزوروا هنا المكان، سمعت هذا القول، أحدهم قال إذا ساكن دبليس أو زولد المكان الثاني على مستوى العالم.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي كان بيزور الدير في سنة 2020، وهو داخل المغارة قال كأني داخل بيت لحم، وفعلا مكان جذاب جدا، وأي زائر بيدخل بيحس بروحانية عالية. وسمعت هذا المنطوق من ناس كثيرين. احنا منذ بداية الدعوة من حوالي سنة لإحياء نقطة المسار، وجدنا أن السياحة تقصد المسار بذاته، وحجاج لزيارة رحلة العلا المقدسة، وإن شاء الله واعد جدا هذا النوع من السياحة. بعد مبارك بابا الفاتيكان وخطابه لكاثوليكي العالم ودول تعدادها يصل إلى 2 مليار إنسان، هيكون عائد كبير جدا على مصر وعائد كبير جدا على السياحة من إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة. أعمال التطوير التي تمت بمسار العائلة المقدسة تضمنت إعادة إحياء وتطوير المناطق المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري وبشكل جمالي لخروج المشروع في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بمسار العائلة المقدسة ووضع محافظة أسيوط، ويسهم في وضعها على خريطة السياحة العالمية. الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبار الاقتصاد. وأمرنا إيهاب، أهلا بك. أهلا بكما سحر ونهى، وأهلا بحضراتكم. هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلنت منصة بيزنس إنسايدر المختصة في الشأن الأفريقي تصدر مصر قائمة دول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي لعام 2024. ذكرت منصة بيزنس إنسايدر أن القائمة تضم أيضا المغرب وتونس والجزائر، فيما استند التصنيف على تطور البنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والمناخ السياسي، ما جعلها ملاذا آمنا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها. أشار التقرير إلى أن تلك البلدان الأفريقية أنفقت الوقت والموارد لضمان قدرتها التنافسية العالمية على الساحة العالمية عندما يتعلق الأمر بعائد الاستثمار. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، محققة مكاسب سوقية بلغت 32 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي 1.954 تريليون جنيه مقارنة ب 1.922 تريليون جنيه عند إغلاق أمس. وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر إي جي إكس 30 تعاملاته على صعود بنسبة بلغت 1.48% ليصل عند مستوى 28,628 نقطة. وأغلق أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 على صعود بنسبة تقدر ب 2.39% ليصل عند مستوى 6,507 نقاط. وأغلق مؤشر إي جي إكس 100 على صعود بنسبة تقدر ب 2.10% ليصل لمستوى 9,331 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، فارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بفعل مخاوف من أن الصراع المتأجج في الشرق الأوسط قد يؤثر سلبا على إنتاج النفط، حتى مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط الخام. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.82% ليصل إلى 77.87 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الأجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.84% ليصل إلى 74.55 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.63% لتصل إلى 2.33 دولار للتر. وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.69% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها في 3 أشهر في شهر يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات، وزاد المخاوف بشأن آفاق قطاع التصنيع الضخم في البلاد. فحين أدى تسريع تعزيز إمدادات الرقائق قبل قيود يتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة إلى زيادة الواردات. وأظهرت بيانات الجمارك أن الشحنات الصادرة ارتفعت 7% في شهر يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهي وتيرة نمو أبطأ من ارتفاع شهر يونيو عند مستوى 8.6% ودون توقعات بزيادة تقدر ب 9.7%. وصعدت الواردات بقوة بنحو 7.2% مقارنة بانخفاض يقدر بنسبة 2.3% في شهر يونيو، مسجلة أقوى أداء في 3 أشهر، كما تجاوزت توقعات المحللين بزيادتها 3.5%. أعلن البنك المركزي الياباني أنه لن يرفع أسعار الفائدة في حالة عدم استقرار الأسواق المالية، ذلك للحفاظ على تيسير النقدي. وصرح نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع كبار رجال الأعمال، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن البنك سيبقى على سعر الفائدة عند مستواه الحالي للحفاظ على تيسير النقدي، ولن يرفعه أكثر عندما تكون الأسواق المالية غير مستقرة. كما أوضح أن التوقف الأخير في ضعف الين قلل من المخاطر الصعودية للتضخم من خلال تكاليف الاستيراد، موضحا أن تحركات أسعار الصرف الأجنبية تبدو وكأنها تؤثر على الأسعار بسرعة أكبر من ذي قبل، ما يعكس سلوكيات تحديد الأسعار المتغيرة بين الشركات اليابانية. نهاية أخبار الاقتصاد، وأعود مرة أخرى إلى سحر ونهى. شكرا لك ميرنا إيهاب. تفقد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعمر الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة أرض المعارض وعددا من المشروعات الصغيرة على هامش فعاليات مهرجان العالمين، وأجرى التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع عدد من المستثمرين على هامش هذه الجولة. وطبعا الاستثمار هنا ملوش نهاية، يعني اللي عاوز يشتغل هيشتغل، اللي عاوز يعني لا، الاستثمارات هنا فرص كتير جدا 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 ولكل الناس، خلي بالك يعني سواء مشروعات صغيره متوسطه كبيره، للناس كلها عندها هنا فرصه كبيره جدا للاستثمار. وده هتبقى يعني مش يعني نقول مثلا الاول ان هتشتغل شهرين في الصيف بس، لا انا بقول لك لا، هتشتغل ان شاء الله طول السنه. بص، النهارده اشاره مهمه جدا انه التوجيه السياسي لما يبقى جاد ومحترم وعنده رؤيه وفيجن وتطلع للمستقبل، بتبقى دي النتيجه اللي احنا شايفينها المبهره. انا امام مدينه، امام استثمار، امام ترويج سياحي ورياضي وثقافي وفني، مدينة متكاملة الناس تبقى موجودة فيها طول السنة، عندنا جامعات، عندنا بيزنس سنتر، يعني كل حاجة موجودة في المدينة، فرص استثمارية كبيرة، خلقت كمان نقطة جذب كبيرة جدا في الساحل الشمالي، كل عمق الصحراء الغربية اللي ورا العالمين الحقيقة هيبقى هو كمان محط أنظار المستثمرين، كل مستثمري العرب والخليج بيفكروا يجوا مصر ويستثمروا، كل ده عملته العالمين والترويج للعالمين والمهرجانات ووجود المصريين في العالمين. كمان الحقيقة الاهتمام بكل أفراد الأسرة في المهرجانات ده شيء مهم جدا، إنه لكل فرد في الأسرة من الأطفال للكبار كل حد يقدر يليجي يلاقي حاجة في العالمين تهمه ويحبها. كمان أنا عايز أشير لللفتة المهمة جدا إنه الشركة المتحدة الشاطئ اللي عملته للأسر المصرية بالمجان، دي لفتة مهمة جدا والحقيقة غاية في العظمة، الإحساس بالناس وإن كل الناس العالمين مش مقصورة على حد على فكرة، لا ليها بوابة ولا ليها أي حد يقدر يجي يدخل العالمين ويستمتع بيها. فده الحقيقة أنا أمام شيء مبهج جدا، ولما السياسة تصنع البهجة. أجمل مدن العالم اللي شفت عدة أماكن جميلة جدا، كله رائع، الشعب رائع،
المناظر رائعة بالنسبة للاستثمارات في مدينة العالمين، أرى فيها رقم دبي 2 إن شاء الله. يعني طبعا حاجة مبهرة وحاجة بتقدم رسالة إن أنت فعلا عامل شيء يعني متنوع، حاطط فيه كل طبقات المجتمع، الناس يعني في شواطئ عامه، ناس في شواطئ خاصه، في حاجات، فدي حاجه طبعا ناجحه جدا. المنطقه اللي احنا فيها هنا المنطقه الرياضيه باين قد ايه الناس مبسوطه، وده فعلا بيدل ان في هنا فرص استثماريه كبيره جدا للقطاع الخاص، سواء في الاعمال السياحيه او الاعمال الخدميه اللي هتقدر تخدم كل البشريه اللي ممكن تيجي هنا. الحقيقه المدينه العالمين مش مجرد مدينة عادية، لا دي مدينة جاذبة لكل استثمار، سواء استثمار خارجي، وانا شايف ان السياحة هيبقى فيه جذب للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية، والساحل الشمالي دلوقتي بقى العالم كله بقى بيتكلم عليه، فاحنا محتاجين اوض وغرف فندقية علشان خاطر ان هي تكفي الطلب المتزايد اللي هيجي على المنطقة بتاعت العالمين. منبهر بالمدينة، انا قاعد اتفرج على المكان، المكان ده شفته من سنين السنين، في تطور غير عادي بيحصل كل سنه، الشكل مختلف عن السنه اللي قبلها. شفت العالمين دي من بدايه بناها دلوقتي حاجه مبهره، يعني حاجه خرافيه بصراحه. بجانب دور الشركه المتحده، هي اصلا المشاريع لوحدها بتتكلم عن نفسها، وده يعني يمكن مش كلامنا احنا، ده كلام المستثمرين اللي جم النهارده واتكلموا عن المدينه ومن اللي شافوه، يعني من التطور اللي كان بيحصل في السنتين اللي فاتوا وللي وصلنا له النهارده، ده كان الفيدباك العام من عندهم يعني. والان نتحول الى الشان الرياضي في هذه النشره مع ميرنا واخبار الرياضه. اهلا بك ميرنا، تفضلي. شكرا لكم نهى وسحر، اهلا بحضراتكم. هذه جوله في اهم وابرز الاحداث الرياضيه محليا وعالميا. يواجه المنتخب المصري الأولمبي غدا الخميس نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس. خسر المنتخب الأولمبي أمام نظيره الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار منافسات دور نصف النهائي، بينما سقط منتخب المغرب الأولمبي أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف ليتأهل إلى نهائي منافسات كرة القدم بدور الألعاب الأولمبياد باريس 2024. احتلت اللاعبة سما فاروق المركز السابع في منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة الكاياك ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. كانت سما فاروق قد خاضت منافسات التصفية الأولى في سباق 500 متر كاياك. تجرى الآن مباراة طلع الجيش وسيراميكا كليوباترا على استاد الدفاع الجوي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة. كان طلع الجيش قد تأهل إلى الدور النهائي للبطولة بعد الفوز على المصري في نصف النهائيات بركلات الترجيح 3-1، ذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، فيما استطاع سيراميكا حامل لقب النسخة الماضية التأهل لنفس الدورة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في دور نصف النهائي. نهاية أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى إلى سحر ونهى. شكرا جزيلا لك ميرنا. تسببت العاصفة المدارية ديبي في هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق الولايات المتحدة في الوقت الذي تحركت فيه ببطء قبالة ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا، مع توقعات بزيادة سرعتها في الأيام المقبلة وتوجهها نحو الشمال الشرقي. ومن المتوقع أن تهدد العاصفة السواحل الجنوبية الشرقية وسواحل الوسط المطل على المحيط الأطلنطي لأيام. وأعلن حكام ولايات ساوث كارولينا ونورث كارولينا وفلوريدا وجورجيا حالة الطوارئ.
ومن العاصفة المدارية إلى حالة الطقس محليا وعالميا ومرنائها مرة أخرى. شكرا لكما وأهلا بحضراتكم، هذه وقفة ثالثة وأخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، الأسكندرية 33 24، مطروح 30 23، بورسعيد 33 26، والإسماعيلية 37 26. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 26، العريش 34 24، طابة 39 26، شرم الشيخ 40 29، والغردقة 41 30. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 29، أسوان 42 29، الوادي الجديد 43 26، شلاتين 42 32، وأخيرا حلايب العظمى 38 درجة والصغرى 30. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وهكذا بأخبار الطقس تنتهي نشرة الأخبار. دمتم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم.